فبالتالي مش هنخدمك. بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وانتم طيبين. 29 رمضان 1441 في سنة 2020 شهر 5. اليوم عم تكلم عن كورونا والعالم اللي هازي على الكورونا. ايوه صوت قميص والله. اه و بتقول لك ان الكورونا ما تأثرش فينا ولا تعمل فينا اي حاجة. طب انت يا عم الكورونا ما تأثرش فيك، دور على واحد كبير السن. صحيح. بوي وبوك. بوي وبوك عم خميس. عيل طفل. صحيح. مناعته ضعيفة. صحيح. مش تدور لي على نفسك وتقول لي الكورونا ما تأثرش فينا. لو مؤاخذة بس. ليه الكورونا ما تأثرش فيك؟ هو أنت فوق ده أنت دور برد صغير كده مش كورونا. صداقة والله أبوك لو يموت بكورونا ما أنت ضيفنا. آه. يخليك تنام في البيت أسبوع و10 أيام و15 يوم. تقول لي كورونا ما تأثرش فينا. هو أنت تعرف الكورونا ديت هي إيه أصلاً؟ والله ما عارفين حاجة. آه ولا أبعادها إيه؟ لا 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 ما أعرفش. مش عارفين؟ لا والله ما عارفين. مش مدرك شعب. طب استاذ ابو علي انت عندك خبر عن كورونا استاذ ابو علي؟ نكتب كلام بس استاذ. ماشي ماشي بس كلمه برضك. هل انت تعرف يعني الموضوع ما معروف؟ هل انت تعرف يلي بتقول الكورونا ديت ما تاثرش فينا؟ هل الكورونا ده فيروس ولا بكتيريا؟ والله ما احنا عارفين حاجه جبنا ولا فطري مش عارفين ده بلوى سوداء. ما تعرفش الكلام ده كله. هذه شنو شنو سوداء ورطوبة فينا؟ مش عارفين. هل هو فيروس بيعيش في الخلايا الحية ولا بكتيريا ولا الكلام ده؟ لا هو فيروس. فيروس؟ إذا كان فيروس هتاخد له يقول لي مضاد حيوي؟ لا مش أي مضاد حيوي هيمشي فيه. لو قدر الله لازم نحمي نفسك. طب افرض جالك ما في عالم دكاترة بتجيها، في عالم دكاترة في دكتور اليوم في مستشفى اسكندرية بين. لا 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 الله. بالراحة أخوانا الاختلاف الرأي عربت مش وحش. نقول له ما تأثرش فينا الكورونا؟ لا بتأثر. حيابنا لكن بس كنا عايزين بس نتكلم عن الموضوع. بس الوقت مش مناسب. بس كل سنة وانتم طيبين. إن شاء الله عيد سعيد عليكم جميعا. حفظ الله. السلام عليكم.